فيا ترى هل يوجد إنسان من اليابان إلى أمريكا من يرفض الدين بهذا المعنى؟ هل يمكن أن يوجد إنسان في الدنيا أن يقول عن أمتي أنها سوداء أو خضراء أو حمراء؟ الدين هو هذا يعني. ولما يعرض بعكس هذا فإذا ألحد الملحد فإنما هي مسؤولة رجال الدين. بسنة 90 أو قبل 90 دعاني البابا إلى إلقاء محاضرة في الفاتيكان، وحضرها كان عنده مجمع مسكوني لكرادلة العالم، حضرها الكرادلة ودعا لها السفراء وبعض الوزراء، وطلب أن يكون عنوانها مستقبل الدينين الإسلامي والمسيحي في العصر الحديث، وهي مطبوعة باللغتين الإنجليزية والعربية لمن أراد. وبعد ذلك صار اللقاء الشخصي بيني وبينه، فسألته السؤال التالي: هل تعلم يا سيادة البابا من المتسبب في وجود الإلحاد والشيوعية؟ مفهوم؟ قال لي: من هو السبب في وجود الشيوعية والإلحاد؟ قلت له: أنت سبب الإلحاد وأنت سبب الشيوعية. والله أقول لكم كلامي وبالحرف إن شاء الله. فرأيته انزعج، وحق له أن ينزعج. قال لي: أنا؟ قلت له: نعم أنت. لما رأيته انزعج قلت له: وأنا شريك معك في وجود الإلحاد والشيوعية. نحن رجال الدين، حينما نقدم الدين بصورته المشوهة ونحجب عن الإنسان صورة الدين الجميلة، صورة الدين الجميلة المشوقة، ونقول عن الأبيض أسود وعن الأسود أبيض، أيؤمنون بكلامنا؟ مستحيل. الخلاصة بعد انتهاء الجلسة آخر كلمة كانت منه ونحن متصافحين، قال لي: أنا أقرأ القرآن كل يوم. الباب الحاضر الآن الموجود